السلام عليكم ورحمة الله. الحلقة الأخيرة من تحدي الطاولة والنهائي المنتظر. اليوم يا جماعة راح يتحدد شخص واحد اللي هو راح يفتح الخزنة ويشوف ايش داخلها. هل داخلها يسوى ما يسوى؟ أنا من البداية قاعد أقول إن شاء الله إنه يسوى. عندنا أخبار حلوة يا جماعة الخير. الخبر الأول اللي حابين نقوله لكم، حملة بناء المسجد البار ظاهر أمامكم فوق، زدنا 29,000 ريال من هدفنا، ما بقى لنا شيء إن شاء الله. كل مقطع راح أعطيكم تحديث، وكل ما نوصل واحدة من المراحل راح أوثق لكم وين وصلنا في البناء، إلين بإذن الله ما نغطي المبلغ أو نوصل ل10 مليون، وإن شاء الله نوثق لكم المسجد كامل. ونذكر إن المشاركة بسيطة جدا، ما راح يكون في جمع تبرعات أو أي شيء من هذا القبيل. كل اللي بيصير إنه مبالغ المقاطع راح تجمع وتأخذ لبناء المسجد، فالدخل اللي راح يجيني في اليوتيوب الفترة الجاية راح ينحط بإذن المولى عز جلاله لبناء المسجد يا مخرجنا العزيز. هذا أمر. الأمر الثاني زي ما ذكرنا يا جماعة الخير، إن على كل اشتراك راح يزيد البار، فالاشتراكات هي اللي تحدد الرصيد وكيف ينزاد. فإذا وصلنا 100,000 مشترك زدنا 10,000، إذا وصلنا 1,000,000 زدنا 100,000 ريال. شرحنا الطريقة، نسميها الآن بالله وندخل مقطعنا. دخل المتسابقين. الله يعينكم يا عيال. والله اقولك شيء، انا ما احب شنطتك هذه والله. اي والله الله يعينكم يا عيال، والله ما اقول الا الله يعينكم. اخر مقطع يا جماعه الخير، تحدي سلسله الطاوله وصل 3 مليون مشاهده واكثر من 200,000 لايك، شكرا من اعماق القلب، والله يسعدكم على دعمكم. اعرفوا ان كل التعب يهون لاجل ارضاك عزيزي المشاهد. شكرا لكلامكم الطيب، للدعم، للتحفيز، للاشتراكات، اشكركم انا يا احمد. يلا بسم الله، بدينا. شنطتكو؟ اي بدينا بشنطتي. أوه. يا الله انا اليوم اتكلم صادق. يا الله انزل على المواقع صح. وين اخوك؟ اخوي نادى اخوك قرار والله عشان هنا. اوف يا قرار روح عزوز. انا الان اتكلم. هذه الورق ركز معي، تبيه يطلع خليه يطلع الان، يقدر يطلع قبل لا يشوف الحيوان، فانت مسؤول الموضوع، انا ليس لي علاقه. تبيه يطلع يطلع، عندك موضوع علمتك. هذه الورقة وقع نجوم معك. ما في، هو اللي بوقع. تكفى وقع مالك. ما عليك. مالك اثق فيه. وراك مستقبل. اسمع اذا بيجي شيء بشيل يدي مالك. كان حيوان ما اثق. لكن اذا جاء شيء خطر ابسحب. اسحبه. اي بس اسحبه، يقدر يسحب من قبل لا يجي الحيوان. خلاص انا بكون هنا. ايه براحتك. واذا جاء شيء خطر على طول اسحبه. خلاص اتفقنا. الله يدور التوقيع. والله قاعد وقع. بعد الثلاثة الان الجميع راح يطلع على الطاولة. بعد 1 2 3 يدكم على الطاولة. من اللحظة هذه أي شخص راح يشيل يده بأي طريقة من الطرق راح يطلع على طول. فاهمين القوانين، عارفين إيش هذه الجولة الأخيرة. أبنوع على نقطة يا جماعة، قلتها للمتابع اليوم، والله اللي ماخذ إبرة تنشطني عشان أقدر أقدم محتوى وأرضيهم. فأنا تعبان، بحاول أطلعكم كلكم اليوم، ولكن في حال إنه صار في تعادل في 2 صملوا راح يتغير طريقة التحدي. راح يصير واحد. تكفى احمد. نعم لازم ابدا لكم فيها، لازم ابدا، لازم ابدا يا جماعة. بسم الله راح نبدا يا جماعة قبل اي حيوان ببودرة الحك، بتكون عليكم من البداية. احتاجكم تحت ضغط يا اخوان، احتاجكم تحت ضغط. فك فك ساعدني فك. ما حسيتوا فيها انتم؟ ما حسيتوا فيها بتحسون فيها اليوم ان شاء الله. فيها زي هنا ايه. قبل ما تحط الحيوان تفتح عيوننا؟ يمكن. تعرفون انتم اول حيوان دائما حق تحميه معروف. ايه جاي بلان، افتحوا له طريق يا جماعه الخير. انا ادري اتحكي حكي اسمك الان. شوفوا الحيوان اللي جاي اول مره نطلع بالسلسله. لا هو مو بشرس، هو يلعب بس، يمكن يلعب يمكن يلعب معكم طريق. بس بقول لكم شيء، في حيوان يا جماعه اليوم انا غير مسؤول عنه، والله العظيم اول مره اطلع عندي واني كنت متردد، لكن انا ابغى انهي السلسله اليوم. لازم تنتهي. طلعها في الكام اول شيء، نزل. يا سلام يا سلام، ما هذا الكلام؟ هذا هو الكلام. طيب طلع حد. نشوف احمد. لا بدون ما يشوفون في البداية. لا احمد احمد والله ما يصير. ما عليك لازم نشوف. والله لازم نشوف. اصمل. ايوه نزل. شهدنا لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ايوه احمد 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 ايوه احمد احمد خلاص كيف 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 كيف
اصبر 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 خل دوري اول شيء خل دوري اول شيء رقمهم رقمهم عشان ما ينزلون. اوكي 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 هذا يبغى ينزل. اوه 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 وش ذا؟ وش ذا؟ جاني انا شلون؟ احمد يا رب كنا عقرب. لا لا مو عقرب وين عقرب؟ لا يا عيال وش ذا؟ ايش عندي؟ ليه طب حضني تكفى زي الكلب؟ يا رب يا كريم يا رب يا رب لا توزع يتفرقون مره بنبدا نفك عيونكم. لا وش ذا؟ لا اسمع احمد وش ذا؟ اوكي وش ذا؟ وش ذا؟ هذه فيران فيران وش الحين عندكم وصلتوا؟ فيران وش؟ فار 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 ليش تحط على يدي؟ طب ليش عندي خمسة وعندهم واحد؟ شوف انا كم عندي؟ ما عليه ما عليه خلاص وقف عشان نقدر نوديهم حبة حبة ثواني. ابوش ما اخطاش ما في مشكلة يا رب العافية بالعافية. لا شوف بدني يا رب ياكل احسنتوا يا عيال هذول المتأهلين للنهائي هذول المتأهلين للنهائي هذول الصداد والله زق على اصبعي شوف والله زق والله زق على اصبعي قسما بالله ما يخالف ما يخالف رب الكعبة لا تزيد لا تزيد يا عمر يا مودي كنا صقر يا مودي كنا صقر اوه يدق يلحس رقبتي يا عيال والله انه دخل ظهره دخل ظهري ظهري يا عيال طيب شيل هذا شيل هذولي شيلهم حطهم الحين على زياد على زياد هم علي هم علي والله رجال هم علي هم علي ما يخالف ما يخالف عفوا زياد والله ايه انا داري لا دخل الكعبه لا لا ارقابي ارقابي احمد 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 تكفى ما بيها والله بكاء شعري ما اقدر اسوي شيء زياد والله ما اقدر اسوي شيء خلاص ما في خلص الوقت تبي تشيل يدك يا زياد ماني بشايلها ما انت بشايلها خلاص بشايلها. خلاص هو الان في راسك هو في راسك الان لا احمد لا 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 ثاني ليه اسم الله زياد اسم الله اسم الله ما عليه ما عليه ما عليه زياد قاعدين يطلعون قاعدين يطلعون يا عيال ما تحسون بالشعور يا عيال مالح شيل يدك شيل يدك شيل يدك كذا مره اذا حسيت انك تعبت شيلها بيلحقهم الدور انا ادري داخل راسك الان انا ادري بيجيك الدور راسك ان شاء الله اوكي اوكي نبغى نشيلهم رجعهم ذا نبغى نشيلهم من زياد الان لا لا هذا اول شيء اول شيء يا اوه جبهتي جبهتي احمد اقسم بالله جبهتي ورب الكعبه بيطلع من قدام احمد بيطلع احمد احمد بيطلع من قدام والله والله العظيم اقسم بالله اقسم بالله بلال 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 يا حبيبك بلال شيلها بلال شيلها ارفع كاب ارفع كاب خلينا نشوف وين ارفع كاب حك خلاص وين اختفى صراحه راح ممتاز الان اول شيء خلينا نرتب الطاوله بعدين نحطها فيهم واحد واحد طيب بسم الله بلال هنا ابغى لي واحد هنا بطقيهم هذا ظلم الصراحه خله يقرمع يقرمع راسك بس ايش قفل عليك حس لا دخل يدخل لا يدخل لا يتعدى لا يتعدى لا يتعدى الكام هنا الكام هنا أحمد بس 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 عشان ندخل بنبتر إيش فيه أي والله بتبتر شيء والله بتبتر شيء لا 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 بلا يدخل بلا لا ركز معي أنا تعرف ها ركز معي لا يدخل داخل رب الماء ما يتحرك رب أوه في ناس داخلين أصلاً من زمان قلطين قلطين الشباب قلطين والله ما عزمتك والله عدل راسي عدل راسي عدل راسك كيفك يخفس عيني يخفس عيني يخفس عينك ايه ايه وصل هنا لا لا بعيد 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 ابن نبيل ابن نبيل خلاص اللي بعد اللي بعد نبغى شيل من شيل بسم الله انا العادي عادي عادي واحد زق عليك هنا والله اسالك بالله والله على كتفه زق عليه والله صوت 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 لا بس 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 ايه اوكي انا ابو عمري ابو عمري كيف الوضع داخل بس 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 كيف كيف جول في الكاب الكاب حقه اللي حاطين بالكاب في واحد واحد هلا بالشباب قاعد يبلون جوبه في واحد قلط على ظهري والله صاملين والله صاملين صاملين حامل حامل ولدت ولدت شيل 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 كاب شوف كاب وينهم شايفين يا سلام يا سلام يا سلام شيلوهم هم قالطين ترى تعرف ايش تجيب الان صح؟ الترا هارد كور طيب اللي جاي يقرص يا جماعه هذا لعل دغدغكم ما سوى شيء الحين بس انتم متاهلين انتم الان ابطال انتم ابطال انا ادري انه صعب تطلعون ادري انه صعب لكن ان شاء الله الجاي تستحملونه تمام؟
لا 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 ها ولا يفتحونها. طيب خله في النص، خله في النص، هذا مشحونه ولا تفتح على طول. تمام يعني نفتح الحين؟ افتح افتح. الله يستر يا ربي يا حبيبي، استغفر الله. لا لا يطلع، لا يا احمد لا يطلع، هذا يقرص يا جماعه. لا يا احمد، احمد احمد هذا اكبر كبير. نعم هذا اكبر مني احمد، اكبر منك اتوقع بعد بالعمر ترى يمكن. طيب هذا عنكبوت يا جماعه الخير، اكبر من اللي قبل. اللي قبل جبناه صغير، الحين طورناه ولعل جاء اللي اكبر منه. بسم الله الرحمن الرحيم، ليتس جو. ياكل يلا يا جماعه، انتم نهائيين، انتم ابطال. ها بسم الله، انتم ابطال يا جماعه، انتم ابطال، انتم ايش ابطال. ترى اول مره يتعامل مع حيوان كذا بخفه و... يا ساتر يا عيال. لا يا عيال، اول شيء مره مرور، مره مرور، بس مره مرور. ها وش نشوفه؟ مره مرور، مرور من عندهم، مرور من عندهم. يا ويل قلبي انا، ما وين وين يا عيال، كبير مرة. أعوذ بالله، وش هذا؟ ما بشوفه. أمه أمه مودي، نصيحة نصيحة، وخر عني يا بس. طيب نزله نزله، قواهم الله. صبر هذيك، لا مو بنتي، حطه حطه في النص، اللي يجي يجي، اللي يجي يجي. هذا مو نص. يا ويل قلبي يا عيال. نعم يمشي. لا اتوقع انه يمشي. جاي زياد، جاي زياد، جاي زياد، جاي زياد، جاي زياد. اسمه زياد، تواصل نهائي زياد. تواصل نهائي. شكل يا عيال مرعب. يا عيال مش طبيعي شكله يا عيال. يا عيال مش طبيعي يا عيال. يا عيال مش طبيعي يا عيال. يا عيال يا الله. يا الله كيف وقف؟ يا ربي لا تخبي، لا تكتم نفسك يا زياد. لا تكتم نفسك. بسم الله الرحمن، اقسم بالله مرعب، رب العزه انه مرعب، والله انه مرعب، والله انه مرعب. لا لا لا، الله يحركه، يحركه على الجميع، على الجميع راح يحرك. وخر رجال اعطيك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. مراحل راح تكون الاولى على اليد، ما بعدها بنروح نرفع مكانه. علمتكم جميعا. يا شكله مقزز. تنفس يا زياد، تنفس. تعلم في ابره. اي والله انا في ابره. هي الصن فيها ترى. ايوه هو هذا في ورا ضياف هذا. ناظره يا مودي، ناظره 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 يا مودي، ناظره. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله يا ربي. ختم القرآن. كنا ننزل شبك، قاعد ينزل شبك صح؟ اي والله. هذا سبايدر مان. أحسنت يا مودي، أحسنت أحسنت أحسنت. إي يا مودي. ها؟ إيش هذا؟ يدي قاعد ترتفع على اليمين، يا مودي نزلها غلط زياده. يا ويلي قاعد يخيط. ودي عند روب. ابو عمري يا وافر، انت اظافر. جرب، خلينا الحين جرب. اشهد ان لا اعوذ بالله. لا 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 بلان، شوف بلا، اقسم بالله يا بلا، اقسم. عنده ظافر، عنده ظافر. ايوه ادري انه عنده ظافر. ها ها كموته. شبكة شبكة. وين هي؟ ترى الصوت يوتر. ها الصوت هديه، تخيل يرفع كذا ويعطيك لدغة. وقف، ما احب اوقف، خليه يتحرك، خليه يرجع. والله يطلع شبكة، يطلع شبكة، يربطني. هذا 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 اللي ورا. تبوس 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 تبوس. والله شفته طلعها. هي طلعها. ليش؟ عنده اشياء ورا غريبة، عنده اشياء غريبة. اسكت على كلمة ولا اسمع حسك. اسكت اسكت. ما يبيني. حركت حركت. اوكي ودي عند الثاني. شبكة شبكة شبكني. ودي عند ابرة. بسم الله. يلا يا ابرة، يلا يا ابرة، ايزي ايزي يا ابرة، ايزي. قاعد يطيح، قاعد يطيح بلال، بلال قاعد يطيح. طح طح طح.
والله انت حظي سيء مره. اوف لو ولد خبلاء. خلاص ما يبين. ارجع مره ثانيه على يد. ايوه زعلته. لدغك صح؟ شوف تطلعها ورب البيت ان شاء الله. لدغك؟ لدغو. بافره هو كذا. والله ملبس غريب قسم بالله. طيب جاهزين الحين للتحدي الصعب؟ هذا كله مو بصعب. هذا سهل يعني؟ الان راح يرقى عليكم ان شاء الله. شوف رقة يعرف يرقى لحاله. يا ويلي على كم عنده يد؟ نايف حاول تجيبه من كذا. ايوه نايف. ستة. قاعد تعد انت؟ قهوة؟ ايه هذه قهوة تاف مليون ضبطيني انا بس. انتم بيجيكم دوركم. ضفره داخل جلدي. شوف فيقي. احسنت يا ابني. احسنت كل شيء. يا ويل قلبي كيف قاعد يمشي. انشر نمط. نمط. هيا اوكي ترى ما يمديك سلك. فارو لعبت فيه لعب. وتكي عليك ثبت نفسك. شيله. الحمد لله ما عندي شعر. طيب. شفت كيف ناشف وهو في التيشيرت؟ ايوه الحمد لله ما عندي معاه. بيزلك والله بيزلك. صلع. لا امس ملمح والله. هو فوق؟ رفيق وتلعب. رفيق اقسم بالله العظيم. ضغطني شكل جاهز للمكان وبيبدا اي ما في شعر فهمت مريح. اقسم بالله ترى منزل الشباك. اسكت الكلمة. يعني تولد. ايوه ثبت نفسه. الابره دخلت في راسي. بلعبوك والله مليت. استغفر الله. عند عيوني شلون صامل يا رب؟ يا عيال شلون صامل مو بطبيعي. ضغط راسك. يا رب شلون صار؟ ضغطني والله العظيم. صوت لا يدخل ام الذيل حقك. ودخل ام الذيل عشان كذا صرخت. يا الله. زياد. زياد. صاملين والله صاملين. عيني عشان ما يدخل ام الابره في عيني فبصير احول. صاملين يا عيال صاملين مو طبيعي يا عيال والله مو طبيعي. بسم الله نفتح الباب يا مسلم. عيني عيني الا عيني تكفى. لا يا الله يا عيال يا الصملة والله مو طبيعي الصملة. اذني لا يفقع طبلة اذني تكفى. انا ماكل يتعلق بشعري يا عيال. لا يا عيال يبغى لا تكفون يسحب شعري. انا ما نفسي خليه يسحب. ايش هو شيله مودي ولا مو على اذني مش شيء باذني ترى ما بيصير صغير شيء خلاص من تصغيره. يا ساتر يا عيال مو طبيعي والله انك انا قرص مودي مع اذنه. هرب والله عندي الداخل على الرقبة العين. تعال تكه والله جيب المكان. والله ما جربت. انا عندك شعر انا عندي شعر. انا شعرك انه رقبتي راسك انه والله لعب. ليه؟ وش سويت انت؟ حطه داخل جسمي؟ وش؟ مو طبيعي. عارف ترى والله ما قاعد احس فيه. وينه؟ والله مو طبيعيين يا عيال. لف وجهك يمين مودي.
لف زيادة. فهد يمشخ يمشخ فهد فهد يمشخ. ايش هذا؟ حط شبك بيربط فهد هيك صغير. قدم المنظر مو بطالع في الكام اصلا قدم كام. خلاص شيله 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 كام شيله 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 صفقه لهم يستاهلون عليها والله ما قصرتوا قسما بالله ما قصرتوا والله ما قصرتوا ايوه عطنا بس تحسبون ان احنا بنخلص الحين لا ورب الكعبه انه جاي اللي اقوى منه قسما بالله اما الان اللي جاي او رب الكعبه اني ما اكذب انه سام او رب الكعبه انه سام طيب اللي جاي الان يا جماعه هذا ما في مزح اللي يحس بالخطر يرفع يده حتى قبل الله يجي اذا جاك انت دخلت الخطر الان 100% اي هذا ما يمسك باليد لا تحطه على طول على اليد احطه في النص شيلها في مليون لحظه دقيقه لا لا يا عيال طيب هذا عقرب يا جماعه تمام مو عقرب لا لا والله عيب اثبت باليد شيل يدك مودي شيل يدك مودي تراه يقرص مودي علمتك مودي شيل يدك مودي مودي يا عمر يا مودي ووو رجع بكرسي ورجع بكرسي ورجع بكرسي ما قصرت يا مودي ما قصرت صفقه المودي يا صفقه 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 خلي اصبر اسوي قرعه بينهم تمام يكون في قرعه لا بديت انت اول مودي بدا مره هذا مدى بحقه الراس روب انت ما قد بديت روب ما قد بديت عقرب ما بدا مو منطقي طيب تبغون قرعه ولا يبدا روب؟ روب برا قرعه سألني انا ابدا ولا قرعه؟ قرعه لان اختاروا هذا ولا هذا ولا هذا في واحد انا عاطه اختار الكبير هذا وانت هذا وانت هذا صح؟ اللي انا عافطه من بين الثلاثه هذولي اللي عافطه لي في النص اللي هو انا صح؟ ايه يلا حطه على الطاوله وخليه يجي روب اكرد تراه يقرص والله ما ابالغ احطه على يده احطه هنا اذا ما جاك يا روب هذه حاله مستثناه طيح هذه طيح والله يبرنا يبغاك معليش يا ربي يا ربي انا بعطيه هدوء بعطيه هدوء ايه ليش تحط على اصبعك؟ رفع ديله رفع ديله والله لا يبارك فيه رفع ديله رفع ديله والله لا يبارك فيه مو بطبيعي يا عيال شلون؟ فعلا ضحك انت قاعد ضحك بيجي ضحك فعلا الموضوع شيل يدك ما اقدر شيل لو شفت يدي بدخ بيتخلص بيتعلق فيني بيجي معي بيروح معي بيته حرك رب البيت من غلط يا ولال انت ما قد تمسك يدك قد دخل اوه الكام قاعد يرفع ذا اوكي قاعد يرفع ذا لا استمر طيب اوكي طلع بين ذول الاثنين ابعد طول عنده ما نبي تشيله بلال عندك تشيله بلال؟ المصيبة اني اشوف هو ما قاعد يشيله بيده ايوه اوه بلال لا دخل الداء اوكي لا بلال ايش فيك امك تمشي كذا اصبر لا مو على زياد قرعه زياد عندك انا زياد تقدر تشيل يدك اذا انت ذا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله اشهد ان لا حطه بعيد بدي خليه يجي هو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله. دخل بلال دخل تحت. مشكلتك. والله إلا بيدخل مشكلتك. لا يا أحمد غش. زياد شيل مو غش هو دخل أنت رافع يدك. ما أقدر هو داخل. خلاص شيل هو حط عليه. أشيل. خلاص مشكلتك. ما أقدر أشيل. مشكلتك. بذبحه. لا تذبحه. بذبحه. والله مشكلتك. شيل. طيب شيل. خلاص. ما اقدر احمد كذا زياد اذا يدك ارتفعت راح تطلع برا هو تحت ما اقدر اسوي لك اي شيء زياد هو تحت ما اقدر هو دخل لان يدك مرتفعه حاطه فوق يدك هو ما له دخل بلال ابدا زرق هو خلاص مشكلتك اصمل ما عندي اصمل تبونها كذا طيب هو يرفع يدي شوف طيب شوف احمد هو يدخل الذا يرفع يدي ما لي دخل طيب مين مشكلة مي كذا ها؟ ماني برافع يدي هو عشان ما اذا دخل يا زياد تحت يدك وارتفع يدك راح تطلع على طول ها ثابته يدي يمين ويسار
يدك مرتفعة زيادة. شلون يدي مرتفعة؟ هو تحت. أبغى أحكم بصالح، تعال. هو تحت، شوف أنا مثبت يدي من اليمين بس عشان ما أذبحه. ما هو بصالح شو عليك؟ زياد يعطيك العافية. ارفع يدك. صدق يا ما قصرت. اللي صار كالآتي، زياد دخل تحت يده ولكن صارت يده مرتفعة. الجهة هذه مو باينة عندكم لكن باينة عندنا انها مرتفعة. في الأساس المفروض الجميع المتشاركين يدهم تكون ثابتة على الطاولة ذي الطريقة بحيث انه ما يدخل شيء داخل، لكن هو يضطر الشخص انه يرفع شوي ويسمح مساحة للحيوان انه يدخل داخل. فيلا يعطي العافية، صدق لها مرة ثانية يا جماعة، ما قصر. طيب روح لليسار، توفيق لك. أما ما عليك، بإذن الله أن الأمور طيبة، لا تشيل الهم. بإذن الله أن الأمور طيبة، لا تشيل الهم يما. ترى زعلان مرة، ما أدري ليش، من زعلان؟ يا ربي. قرصني قرص قرص قرص. قرص تعلقت تعلق. ابعدها علقت والله فيني. لدغني. لدغك والله لدغك. قاعد طول. لدغني. أوكي طلعت تحت. والله قرصك والله. لدغني. انت روب قرصك برضه صح؟ شباب ما شخ امي ديني سواه. لا والله لدغته في يدي نفس ما كان يقول ابوي. كيف لدغته؟ امور طيبه. كيف لدغته؟ امور طيبه. كيف كهرب وحكه بس والله شيء مو طبيعي. والله شيء مو طبيعي. ها؟ عليه عليه هو جدا جدا الامور طيبه. الامور طيبه. وين وين هو؟ شلون يعني زاحف؟ اللي قاعد يشوف المقطع لا يدعون لا يدعون الامور طيبه. لا يدعون عليك. الامور طيبه يا اهلي. راح وقتي يا ابوي. الامور طيبه مره. الامور طيبه لان اهلي قاعدين يشوفون البث. امور طيبه. بنوه العقرب يا جماعه اللي فيه لدغه بس السم ما في سم فشيء بسيط مره. حط على اليد الاخيره هناك اليد اللي هناك. خلاص احمد قال لدغني وش هالتبغ. لازم تشيله. طول عنك. خلاص شيله. خلاص شيله شيله. اخوي هو دائما يختار الاماكن دي. الله يلعن ابوه. شيله شيله. دخلك مصيبه. راح تعال راح جهه ثانيه راح جهه ثانيه راح جهه ثانيه. وقف وقف طيب انت وقف. لا مو طبيعي. اوقف كيف اطيح؟ حط رجولك على الارض. حط رجولك. ما يمديني انا رجولي ضيقه. تنظيف يا جماعه. خمس دقائق. تنظيف. بسم الله. لا هنا 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 هنا. سبحان الله. اعوذ بالله ما احب الاشياء. اصبر اصبر. معين جايب معين. انا اعرف البلاستيك مر علي يعني. الله اني اعرف. طب يمكن لازم. اي والله اني اعرفه. خله لا تطلعه. لا تطلعه لا تطلعه. والله اني اعرفك. طيب يا جماعه هذا مر عليكم بوحده من الجولات. مر عليهم ما مر عليك. انت ما مر عليك ولكن هذا كان في واحده من التحديات اللي فينا ينحط عليك. فالان قدامكم ثعبان 3 متر طوله. قبل لا يطلع وقبل لا ابدا اللي يبغى ينسحب يقدر ينسحب. وزنه 30 كيلو. وزنه 30 كيلو. ولكن ذكر ان الفائز اليوم هو الفائز بالخزنه. طيب هل الخزنه تستاهل؟ ما ادري. هذه المصيبه تدري؟ ما ادري تستاهل او لا. تخيل بعد اللغة واجد. فعشان كذا انت ليش قاعد تحط نفسك تحت الضغط؟ يمديك تنسحب الان والله. تورد والله انك كبير. اريح لي، انا اريح لي انك تنسحب. ما انسحبت انا حاط خطه باء، في حال صار التعادل انا حاط عندي خطه باء. والله اني حاط خطه باء. واقول لكم شيء قسما بالله ان في بعد هذا شيء ثاني. يعني عندنا دولنا الليله طويله. ليلتنا ان شاء الله انها طويله. طلعها خلها تحوس بدون قلعه. في البدايه راح تحوس. لا تزعل الله يرحمك. حركه اليوم ما هي طبيعيه. أيوة. الانسان هذا ما كان طالع في المره الماضيه. ما عليه يا رب ما عليه. طول الدمع سالم ابو شايع الدمع سالم. ما عليه اصمل يا رب كمل جميلك. اوه خطير ذا مره. اوه والله نفسيته شيء. والله هذا بنكسه. والله هذا ثقيل ذا. خلاص ثبت يدك والله ثقيل. هدو الان بيتحرك الثعبان الشخص اللي بيجي. اوكي لف 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 لف. يا رحمن يا رحيم. يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله بسم الله الرحمن. ثقيل صح وثقيل صح؟ انا عندي فوبيا ثعابين. انا ابوك استغفر الله استغفر الله. ترى يدف في اليد. ها ثبت يدك. اي ثبت يدك. انت بتصوت والله ابرا صوت صوت يا روب صوت. تحت تحت تحت. شيل شيل في مره في مره. ترى بيلف. اي بيلف على يدك من الان. اقول لك لا تغلط. مره ثقيل مره. صوت صوت صوت.
لا 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 بلال بيشطق بيشطق بلال بلال طال فيني مره فيك مره فيك هدي هدي مره فيك هدي من الوضع حساس الان والله ابليس اشهد ان لا اله الا الله يا رجال مو طبيعي لا توتر انا متوتر طيب يا اخي صوتي يوتر اسكت يعني امام اليوم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله انا ماني قادر ماني قادر اللي يبغى اللي يحفظه مو اللي يحفظه قلال روب هدي هدي قاعد يحرك فاهم لا لفة كاملة لفة كاملة اسكت ما بيسمع صوتك انا بموت وانت تقول لفة كاملة ايش فيك قاعد يألمك اكبر المشردة ايش فيك مو طبيعي قاعد يلف على يدك مو طبيعي ثقيل مرة مرة يدي صار ضعيفة ترى تأكد ان يدك اشهد ان لا اله الا الله ثعبان هذا ثعبان ما عليه ثقيل مرة ثقيل مرة مرة لا طق لا طق لا تزعل علينا والله بزعل كامل البث البث ركز على البث اصبر اصبر يا ابن الحلال قالك اصبر قالك اصبر لا تجيني ما قالك تجيني يا اخي يا اخي شو تستبعد نزل يدك بعد شوي عشان ما يرقاها شوف شو كيف مسوي شوف ابره كيف مسوي طبعا شوف شو مسوي انت رافع يدك كامله ايوه يوم جاتها لا يوم اعطيتها مساحه هذيك الساعه رفعت لازم يتحرك خله وده في النص وده اللي في النص وده اللي في النص وده زبطني كرسي زبطني كرسي يدك انت مسؤول عنها يدفك يسوي يسوي ما له علاقه بيجيك بيرجع لك بينحط على ظهوركم على ابره قرب كرسي قرب كرسي والله ذا على يد نحط رفعت يدك شفت انت اللي اعطيتها فرصه انا خايف مره والله اوه نزل تحت اوه عقرب ثعبان وين ابره والله صملت ابره والله روبو ابره والله رجال والله انكم صملتوا يا عيال بالله ما هو شيء زعل انك تطلع بعد ذا كله بس يلا قوي مسابقه يلا خير بس والله صملتوا يا عيال والله والله صملتوا لا 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 دخل من الجهه الثانيه ايوه دخل من هنا انت متكلم شلون بيطلع ذا الحين الظاهر لازم ترمي الكرسي وتطيح يا هذا صح خلي يدك ثابتة وقوم يديك ممكن يدفن لا ثبت يدك وقوم ما يمدي ثبت زي ما والله بيطيح كيف بيطيح لانه وزنه ثقيل ويدي فيها مربى صح ترى يدي تزحلق لو دفيت يدك بقوه بيحركها بتزحلق طيب لا ترفع عن الطاوله خليها تتزحلق عادي بس ترفع عن الطاوله بيجي بيجي من عندي بيجي من عندي دل دل الطريق دل الطريق دل الطريق دل الطريق وش فيه والله ما دل الطريق الغلط دل الطريق الغلط والله هذا مو الطريق ذا لا ترفع يدك ها؟ رفعت 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 يا عيال كيف كذا صاملين يعني؟ والله العظيم ابو حميد ما تشوف قاعد تشوف انا قاعد اتعذب وانا هنا انا اتعذب وانا هنا قاعد في حضنك توضح من وجهك يعني ما يحتاج ده يتكلم يتكلم لا 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 انت تضربه تضربه انت تضربه تضربه كيف ابغى يتحرك؟ ثبت يدك احمد ما هو يحرك اذا انحديت ابره مره اسحبها يمين يسار اذا مره انحديت بس لا ترفعها ايوه شوف هو شوف ايش يسوي انت هنا المصيبه عندك المصيبه مصيبه هنا يا اوكي يا رجال راح ابو شردان هدي روب صوت ترى يوتر انا متوتر انا عشانك طيب قاعد اقول لك تبي اوخر لك او ماي جاد ابوك اللعنة او ماي جاد ابوك لفيت علي انت قفل فمك طب اسمع هو ثقيل مره طب ما اقدر اروح ما اقدر اروح قريب ادري انه مقطعي بس ما ينفع اروح يعني ادري انه مقطعي بس عندي فوق بقول لك شيء بقول لك شيء خلاص بقول لك شيء قاعد رجل لا رجل اسمع اسمع بقول لك قبل ما تصير لا يرفع يدك رجل اليسار رجل اليسار قاعد يدفني فهمت هناك يسار يسار من هناك روب ركز معي اوقف طب اوقف بوق 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 بوقف عشان هذه شفت هذه تحت يا عم ليش ثقيل حول الجلسة اضبط الجلسة بس حولها حولها الثاني جوز خلها هاني قادر
ما دعست على ذيله، هو دعس علي. لا توتر، لا توتر، هو متلني. ما تقول لا توتر، توتر حتى ناصر. توتر خلاص. على الثاني، على الثاني، شيل على الثاني، على الثاني. يا عمري يا عيال والله اصفق لكم، اقسم بالله انكم رجال والله. وفي شيء في رقبتي، وش هو؟ هو في رقبتي. صح نسيت ما راح. ترى ثقيل، ثقيل يا جماعه، ثقيل داري. يلا يا برا، يلا يا برا، اسلم اسلم يا برا، اسلم اسلم اسلم. نهدي 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 الرتم، نهدي الرتم، هدي نهدي. ربط الاثنين. ابغى ابغى ثمبنيل، ثمبنيل ربط بسرعه، ثمبنيل. شو الشمك رب البيت، مو بوقته. احمد خنقني والله، خنقني والله، انا خنقني اقسم بالله، مو معقول. خلاص خلاص، شيله 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 منهم، شيله منهم عشان ما ابغى واحد يموت. شيله شيله، انا بموت، انا بموت، شيله. ما متنا، متنا، ما ما احد يموت، متنا. اسمع 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 اسمع، الان بلا شيله كامل. اصمل اصمل، خلاص بنشال. طيب الجميع بدون استثناء صفقه اللي هنا يستاهلون. ودي اصفق لك والله، اصملت والله، ودي اصفق لك اقسم بالله 200,000 بس والله اسمعت تاريخية. أول شيء أسأل الله أنه يسعدك عزيزي المشاهد اللي قاعد طالعني. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم. كسرنا الرقم مرة واثنين وثلاث، لكن بهذه المناسبة حاب أقدم لكم يا جماعة الخير آخر جولة في تحدي الطاولة، واللي راح تبقي لنا شخص إلا في حال إن في اثنين منكم هم اللي بقوا. الآن الجولة الأخيرة قبل لا أبداها بخيركم، اللي يبغى ينسحب ينسحب، اللي يبغى يجلس يجلس. هذه أنا حاطها لآخر شيء، أنتوا اللي بقيتوا، ما قصرتوا، صملتوا. أشكركم كل اللي وصلوا للمرحلة هذه، صملوا. زياد، مودي، روب، إبرة، صلوا على النبي يا جماعة، عليها أفضل الصلاة وتم التسليم. في هذه الجولة هي اللي راح تكون أخيرة، راح يصير اختبار على كل واحد فيكم وبنسويها بقرعة. الجولة الأخيرة اللي فيها إن شاء الله الفائز يبان. قرار ثاني؟ لا رب البيت، لا. هذا جهاز كهرب راح يربط على يدك يا إبرة، وراح يربط على يدك يا روب. راح أبدأ بطريقتين. الطريقة الأولى بخليكم تستونه بس، ثم راح أرفع فيه الفولت. جربته أمانة، أنا جربته، لكن جربته على نص، وكان اختباري على يدي كان يوجع يدي. ما جربته على أعلى شيء، لكن اليوم بجرب على أعلى شيء. والضغطة راح تكون قرعة بين الاثنين، من راح يبدأ ضغطة الأولى كل مرة. والله يا ابوك تطلعون عيال الناس تحسبني قاعد اعذبكم الحين، يرحم امكم. ايش دعوه ابو شايع، ما انت قاعد تعذبني من قال؟ يا عيال تكفون اطلعوا، ترى الجائزه يمكن ما تسوى. هذه المصيبه، هذه المصيبه لو فزنا وفي الاخير ما في شيء. هذا روب وهذا ابره مع بعض، خلاص تمام، راح نبدا مع بعض. تستخير الفولت الى 100، راح نبدا من 30. تمام، يلا يا شباب الجوله الاولى. بسم الله، الجميع 30، واضحة؟ 30، 1 2 3، بسم الله. أبو محمد، أبوك يا ولد، أبوك يا صبي. شايب 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 شايب، طبيعي. طيب طبيعي، تأكد مرة ثانية. إبرة، تمام. روب، طيب راح نرفع، راح نرفع 10 يا جماعه، والله العظيم انه كثير، الى 40. بسم الله. جاك؟ لا انا محمد. طيب 50 يا عيال. بوشاي، بوشاي اقصد 50. بسم الله. جاك؟ لا. تمام يا عيال، والله قاعدين قاعد، ماني راضي الصراحه، انا والله مو براضي. هذا احنا 50 للحين. هذا احنا 50، قاعد يصير شيء ذا. طيب لو ارفع زياده بيكون خطير مره، بيعلمكم اكثر. انتم صملتوا. طيب يا جماعه باخذ رايكم بشغله، ابى اسوي تصويت الان، هل اكمل ولا نسوي لهم التحدي الاخير حق الخزنه؟ والله مرة أنا قد جربته يألم. هذا هو 50، باقي دبله، باقي لين 100، بيذبحكم والله. والله العظيم مو طبيعي، مرة مو طبيعي. الآن واصل 40,000 حاطين، ما نكمل
16,000 شياطين حاطين كم. انا والله يا جماعه ما ودي الموضوع يوصل معهم مرحله ضرر عاليه، فراح يتغير التحدي الان. ابره وروب التحدي بيتغير، لكن ما اتوقع الحين بنقدر نسويه الان. هي ظاهر قدامي ما يمدينا نسويه الان. التحدي بيصير بينكم انتوا الاثنين، راح تنحط الخزنه قدامكم، راح تكونون كلكم ماسكين الخزنه، وراح تكون في اشياء تطلعكم، مي بحيوانات اشياء ثانيه. التحديات اللي بتطلعكم ما هي اشياء لها دخل بالقرعه ولا اشياء لها دخل بالحظ. ادري ان الجميع متحمس يا جماعه الخير، فعشان كذا اليوم الساعه 9:30، يعني اول ما تخلص من المقطع حط منبه على الساعه 9:30 في قناتي بتويتش، الرابط بتحصله تحت، وراح يتحدد الفائز ببث مباشر باذن الله. خلوكم جاهزين 9:30 اليوم، راح يكون صمله بين اثنين، انتوا يا الاثنين راح تبقون لحالكم، ويتحدد مين اخر واحد بيشيل يده او مين اخر واحد راح يبقى على الخزنه. هذا الشيء ما بنقدر نسويه الان، فابغاكم تحددون الان يوم، او نحدد مع بعض براحتنا يوم الاربعاء. اي وقت الاربعاء ممتاز، المخرج يبغى يوم الاربعاء. يوم الاربعاء الساعه 9:30 ابره وروب 1v1 قدام البث المباشر، الفايز فيكم بيفتح الخزنه قدامهم. ممتاز، الله يعطيكم العافيه. ارفعوا يدكم، ارفعوا لا تخافوا، ارفع لا تخاف، ارفع ارفع. يوم الاربعاء يا جماعة الخير راح تكون جولتهم الأخيرة. أنا متوقعت الصراحة أنها بتصير الصملة هذه، بس خفت الكهرب إذا استمر زيادة يسبب شيء جانبي. بنسحب يا إخواني على آيفون الآن للناس اللي في البث، كل اللي أحتاج أكتب بس الحمد لله، بعد الثلاثة وبختار اسم عشوائي من الأسماء اللي قدام. ثلاثة، بسم الله، عمر هو هو هواش هواش. بس ألف مبروك يا عمر. نذكر الناس اللي في اليوتيوب يا إخواني انه طالع لكم البار حق بناء المسجد، ما بقى لنا شيء. واذا تبي تساهم تاكد انك فقط مشترك بالقناه، وباذن الله انا بنيتي وبنيه متابعيني نبني المسجد ونوثق لكم من اول يوم الى اخر يوم، لين ما نوصل نودي رايد هناك ياذن فينا ويصلي فينا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفرك واتوب اليك. اخواني باليوتيوب نذكركم بالموعد باذن الله يوم الاربعاء 9:30 1v1 روب وابره.